أهلا بكم من جديد. افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الثورة الصناعية الرابعة الدولي الذي حمل شعار الإمكانيات والتحولات لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة المتغيرات الصناعية، والذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمشاركة مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية والمتخصصين والفنيين والجامعات المحلية والعالمية. وقال وزير النفط أن العالم اليوم يقف على أعتاب حقبة جديدة من التطور الرقمي التي تتيح إمكانات غير مسبوقة لتحقيق التقدم والتطور والنمو العالمي، مؤكدا على أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة طيبة لزيادة الطلب على منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات. وعلى هامش المؤتمر افتتح معاليها المعرض المصاحب الذي ضم عددا كبيرا من الشركات المحلية والعالمية والمؤسسات التعليمية المهتمة والمعنية من مختلف دول العالم. التقنية في المجال الصناعي، فتراه مثلا في الانتاج النفطي، المراقبة من قبل أنظمة الحاسوب إلى آخره، مراقبة الإنتاج، مراقبة خطوط النقل، كذلك في التكرير، مراقبة وحدات المصنع، رفع الكفاءة والصحة والسلامة، وتطبيق آخر المعايير، كلها تنضوي تحت تطبيق أنظمة الحاسوب وما تسمى بالثورة الصناعية الرابعة في المجال الصناعي. توقع رئيس جمعية البحرين للتأمين يحيى نور الدين إمكانية حدوث اندماجات قادمة بين شركات التأمين، خصوصاً بين الشركات الصغيرة في المملكة. وأوضح نور الدين أنه من المتوقع أن تحدث تلك الاندماجات بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه السوق وتلقي بظلالها على القطاع التأميني بشكل كامل، ولكن قدرة الشركات الكبيرة على التأقلم مع التحديات يخلق خدمات جديدة تحافظ على استمراريتها. وللمزيد مشاهدينا حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد يحيى نور الدين رئيس جمعية البحرين للتأمين. مساء الخير سيد يحيى. مساء النور أخوي. في البداية، وكما نعلم ارتفعت نسبة الوعي التأميني في مملكة البحرين في الآونة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، برأيك ما مدى تأثير هذا الوعي في تحقيق النمو في قطاع التأمين البحريني في السنوات القادمة وإقبال الناس على مختلف منتجات التأمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أخوي أشكركم على الاستضافة، وبعدين عشان نتكلم عن الوعي التأميني بس نميز بين التأمينات الاجتماعية، التأمينات التجارية والتأمينات الشخصية. طبعا في التأمينات التجارية ما عندنا مشكلة، عادة الشركات تعرف المتطلبات، ولكن في التأمينات الشخصية هني اللي يلعب الوعي التأميني دور كبير. طبعا تعودت الناس في البدايات اصلا ان كانت تشتري باحتياجات التامينات الاساسيه فقط، يعني يامن السياره، اذا كان البيت مطلوب عليه قرض من البنك يامنه، ولكن مع التطور والصعوبات اللي كان بدات الناس تواجهها في التعامل مع الشركات من حيث التغطيات انها تكفي متطلباتها، بدات الشركات تلعب دور في نشر وعي تاميني بين الناس، وبناء عليه بدات الشركات تطور منتجات تناسب متطلبات الناس، مما ادى الى زياده العمل وزياده اجمالي الاقساط اللي تكتسب الشركات بسبب هذه. طبعا كان هناك اسباب كثيره ادت الى 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 انتشار الوعي، يمكن اهمها وجود المنصات الاجتماعيه، دور التكنولوجيا حاليا، فامور كثيره اثرت على الوعي، ونتوقع ان شاء الله بزياده هذا الوعي ان الشركات تتمكن من توفير تغطيات تناسب احتياجات الناس المتطوره دائما ان شاء الله. نعم سيد يحيى، بالحديث عن عمليات الاندماجات بين شركات التامين، كيف ستساهم هذه الاندماجات في وضع حد للتحديات التي تواجه شركات التامين في مملكه البحرين؟ خلينا نبتدي بالتحديات. لما تقول لي تحديات، فعلا الشركات في البحرين تواجه تحديات كبيره، بالذات مع وجود عدد كبير، تعرف سوق البحرين سوق مفتوح وعدد شركات كبير،
على قطاع محدود. فهناك تحديات كثيره. واحده اول هذه التحديات ان صغر السوق وعدد شركات كبيره هو مشكله كبيره عندنا، بالاضافه ان الشركات بدات تواجه اساليب العمل المتطوره حاليا واستخدام التكنولوجيا. وزياده الرقابه المفروضه من البنوك المركزيه لحمايه المستهلك اساسا ولضمان سير العمل. هذه كلها صعوبات بجانب انفتاح الاسواق على بعضها وقدره المستهلك اليوم يوصل لاي سوق هو يوفر له منتجات، حطت شويه صعوبات على الشركات الصغيره بالذات، بجانب نفس الصعوبات موجوده على الشركات الكبيره. فانا اتوقع لضمان سير العمل، حسن سير العمل ولضمان الربحيه سواء كان المساهم او لضمان حسن المنتجات اللي تقدم وحسن الخدمه، تضطر الشركات ان تواجه هذه التحديات عن طريق الاندماجات او حتى عن طريق الاستحواذات. يعني انه ممكن شركتين صغار او شركتين كبار يندمجون، او ان شركه كبيره ممكن ان تستحوذ على احدى الشركات عشان تقدر تواجه التحديات الموجوده بالسوق. بالفعل. ومتوقعين طبعا، شفنا اكثر من تجربه في السابق. نعم. خلال السنه الماضيه وقبل سنتين، ونتوقع ان نشوف اكثر عشان يقدر سوقنا ان شاء الله يواجه التحديات العالميه المطلوبه منه. يعني. بالتاكيد السيد يحيى نور الدين رئيس جمعيه البحرين للتامين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. والآن مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.96% بإقفال عند مستوى 1392 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 4,489,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,119,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 130 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، حيث تأثر أداء السوق بتباين أسعار النفط في منتصف تداولات اليوم، نبدأ قراءة الإغلاقات مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.62% بإقفال عند مستوى 8516 نقطة، وذلك عائد بشكل رئيسي لخسائر الأسهم القيادية في قطاع إنتاج الأغذية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أغلقت بارتفاع بنسبة تزيد عن 17 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 5461 نقطة، وذلك بسبب تقدم أغلب مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاع الاتصالات. الأسواق الإماراتية، سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت بتراجع طفيف بنسبة 0.09% بإقفال عند مستوى 5035 نقطة، وذلك بسبب تراجع قطاع الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. فيما أقفلت سوق دبي المالي بارتفاع بنسبة 16 النقطة مئوية بإقفال عند مستوى 2565 نقطة، وذلك بارتفاع كبير لمؤشر قطاعي الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. أما بالنسبة إلى سوق مسقط الأوراق المالية فقد أقفلت على تراجع بنسبة 0.42% بإقفال عند مستوى 4056 نقطة، وذلك بسبب ارتفاع كافة أو تراجع كافة مؤشرات البورصة العمانية. وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى نيو دلهي في زيارة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وتهدف الجولة الأسيوية لولي العهد السعودي إلى تعزيز أهداف رؤية السعودية 2030 في مجالات الطاقة الشمسية والسياحة والبنية التحتية. هذا ويصل حجم ناتج الهند المحلي الإجمالي إلى 1,700,000,000,000 دولار،
حيث من المتوقع أن يقفز هذا العام إلى المركز الخامس عالميا متجاوزا فرنسا وبريطانيا. وتصاغ العلاقات بين الهند والسعودية بميزان دقيق للمصالح، يوفر للمملكة زبونا مستداما وسريع النمو لقطاعات النفط والبتروكيماويات، ويوفر ليونيودلهي موردا آمنا ومستقرا للطاقة. نظمت هيئة الربط الخليجي على مدى يومين منتدى تجارة الطاقة الكهربائية الخامس الذي انطلقت فعالياته في الكويت تحت شعار تطوير أسواق الطاقة لدعم الانتعاش الاقتصادي في مجلس التعاون. وناقش المنتدى خلال جلساته العديد من القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والسكاني والتوسع العمراني والرفاهية الاقتصادية، كما وتطرق المنتدى أيضا إلى ثورة الطاقة الرابعة المتعلقة بالموارد المتجددة وكيف يمكن استغلال هذه الثورة الجديدة بجانب الإمكانيات والقدرات المتاحة في المنطقة، وما ستقدمه هذه الثورة من مزايا لقطاع الطاقة الكهربائية لعالمنا العربي. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة بورش تحذر من رفع أسعار سياراتها بنسبة 10% في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. بدأت مصر رسميا تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول القريبة وبدايتها بالسودان، حيث أعلن وزير الكهرباء المصري جاهزية توصيل الكهرباء للشبكات السودانية في نهاية شهر مارس، وأنه سيتم حاليا التنسيق مع وزارة الكهرباء السودانية بشأن ما تستوعبه الشبكة السودانية للكهرباء من طاقة، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لما يمكن ربطه حاليا يصل إلى 40 ميجاوات. وأضاف المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد أن بلاده ستحصل مقابل قيمة الربط الكهربائي على اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان. قال البيت الأبيض إن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين ستبدأ في واشنطن، وستعقد جلسات على مستوى أعلى في وقت لاحق من الأسبوع. وذكر البيت الأبيض في بيان أن المحادثات تهدف إلى إجراء تغييرات هيكلية ضرورية في الصين تؤثر على التجارة بين البلدين. وتأتي المحادثات عقب جولة مفاوضات اختتمت في بكين الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق، لكن المسؤولين قالوا إنها أحرزت تقدما بشأن قضايا شائكة بين أكبر اقتصادين في العالم. أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل سريع وملائم إذا فرضت الولايات المتحدة رسوم استيراد على السيارات الأوروبية. وأصدر الاتحاد التهديد بعدما رفعت وزارة التجارة الأمريكية تقريرا يفوض إلى الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على السيارات خلال الأيام 90 المقبلة. ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتمال وصف تقرير استيراد السيارات الأوروبية بأنه تهديد للأمن القومي الأمريكي وبأنه أمر مثير للرعب. وسبق للبيت الأبيض أن استخدم حجة الأمن القومي بإشارته إلى أن تقويض أساس صناعة الأمريكية يعطل الاستعداد العسكري، وهو ما يبرر برأيه فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. حذرت شركة بورش للسيارات زبائنها في بريطانيا من أنهم سيدفعون زيادة نسبتها 10% إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وتطلب الشركة الألمانية حاليا من المشترين التوقيع على بند في العقد يلزمهم بدفع الزيادة المحتملة في سعر سياراتهم المستلمة بعد تاريخ 29 من مارس.
ونقلت وكالة بلومبرغ قول الشركة بأنها تريد وضوحا تاما بخصوص علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة إن الزبائن الذين لهم طلبات سابقة ليوم 17 يناير ليسوا معنيين بهذه الزيادة، ولا تملك الشركة مصانع في بريطانيا.